ومن داخل ملعب ميلود هدفي بوهران يلتحق بنا الزميل سفيان مهني. سفيان، ما هي آخر المعطيات المتوفرة لديكم ساعات قليلة قبل انطلاق المباراة؟ نعم، مساء الخير العبد. نحن متواجدون مباشرة من ملعب ميلود هدفي الذي سيحتضن المباراة الودية بين المنتخب الوطني الجزائري وناظره المالية. لاحظنا خارج الملعب تنظيما محكما في عملية الدخول إلى المدرجات، كما شاهدنا أيضا انتشارا أمنيا من أجل ضمان وأمن سلامة المشجعين. لقد تم طرح حوالي 34 ألف تذكرة، بيع منها حوالي 20 ألف في انتظار أن يرتفع العدد قبل موعد المباراة. مباراة اليوم هي مباراة رقم 27. المنتخب الوطني الجزائري لعب مع مالي 26 مباراة، فاز في 14 وانهزم في 10 وتعادل في مباراتين، ما يعني أن السيطرة هنا للمنتخب الوطني الجزائري، والذي نتمنى أن يسجل فوزا آخرا في هذا اللقاء المهم الذي يعتبر محطة تجريبية للمنتخب، وأيضا فرصة للمدرب الوطني لكي يقف على مدى استعدادات اللاعبين واختبار تنافساتهم واختبار قدراتهم التنافسية. فيما يخص آخر مستجدات المنتخب الوطني الجزائري، الحارس مصطفى زغبة غادر اليوم التربص بداعي الإصابة، يعوض بحارس مولودية الجزائر فريد شعال. أيضا الحارس موندريا سيلعب لقاء اليوم وبعدها سيلتحق بناديه، ما يعني أنه سيغيب عن المباراة الودية الثانية أمام المنتخب السويدي بمالمو. كما متواجد أيضا مع بعثة المنتخب الوطني الجزائري الظهير الأيسر رامي بن سبعيني، لكنه لن يشارك في هذا اللقاء بسبب المرض. هذا كل ما لدينا لحد الآن زميلتي. شكرا لك سفيان مهني، كنت إذن معنا مباشرة من ملعب ميلود هدفي بوهران. شكرا لك على كل هذه التفاصيل ولضمان دخول